العمامة من الملابس السائدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث مختلقة في فضل لبس العمامة. والصواب في لبس العمامة أنها من المباحات التي تجري عادة الناس بها، ولذا ليس من السنة أن يأتي إنسان في هذا العصر في مجتمعنا نحن فيلبس العمامة، وذلك لأن هذه العمامة إنما هي خاضعة في اللبس إلى جريان العادة، وذلك لأنه لو لبس شخص من بيننا عمامة للفت أنظار الناس إليه. والقاعدة الشرعية أن موافقة عادات الناس فيما ليس بمحرم ولا مكروه فهو من المشروع، فموافقتك لعادة مجتمعك فيما ليس بمكروه وفيما ليس بمحرم فهو مشروع. ويدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يلتهب عليه نارا. وهذا إن دل يدل على حرص هذه الشريعة الغراء على الاجتماع حتى في المظهر. فما ظنكم بالمخبر؟ والمتأمل للنصوص الشرعية يجد الكم الهائل في توجيه الناس إلى الاجتماع حتى في دقائق الأشياء، وذلك لأن الإنسان إذا لبس ما يخالف عادة أهل البلد فقد رغب عن اجتماعهم، هذا مما لا تؤيده الشريعة. والعادات تختلف من بلد إلى آخر، لكن في بلدنا نحن ونحن أهل البلد لو لبس أحدنا عمامة أصبح محط أنظار الناس، ولذا فلا يسن لبسها. لو أتى دليل صحيح منه عليه الصلاة والسلام يأمر بلبس العمامة فسمعنا وأطعنا، وإذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يلبس في زمنه، قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، وقد لبس أسود ولبس أخضر